نبدأ يا شباب إن شاء الله في الفاميلي أم بالإفرة، أو اللي قلنا عليها ليها اسم تاني اللي هي الأبيسي. الفاميلي أم بالإفرة والفروتس بتاع الفاميلي أم بالإفرة بيبقى ليها صفات مميزة ومشتركة تقريبا في كل الفروت. نعرفها مع بعض. زي ما قلنا إن الفروت بتاع الفاميلي دي بيكون نوعها كيتسوكاربيك فروت أو شيزوكاربيك فروت، يعني فروت بتتقسم لجزئين، كل جزء بيبقى فيه سيد ما بيطلعوش بره، اللي هي two indehiscent parts. كل بارت بنسميه ميريكارب، الفروت نفسها اسمها كريموكارب. حلو كده. يبقى اول خاصية ان الفروت دي تبقى كريموكاربس، يعني بتتشق او بتسبلت لينجتيودنالي بالطول لاتنين ميريكارب، والاتنين ميريكارب دول بيبقوا ممسوكين بعصاية كده اسمها كاربوفور. يبقى الكربوفور هو اللي بيمسك الأجزاء بعد ما تتفصل عن بعضها، عصاية أو دراعين بيمسكوا الأجزاء دي ببعضها، دي بنسميه كربوفور. كل جزء بيبقى عليه طربوش أو ستايلوبود. الستايلوبود ده عبارة عن بقية أجزاء الزهرة التانية زي الستايل والاستجما. دي بعد ما بتضمر الفروت بتنضج، الأجزاء دي بتضمر وتكون جزء كده مثلث اسمه ستايلوبود. الستايلوبود ده او الطربوش بيغطي الفروت من فوق. ده تاني حاجة مميزة للفاميلي امبليفر، ده شكل الفروت بعد ما حصل لها سبليتنج، ادتنا جزئين كل جزء فيه سيد واحدة، كل جزء بنسميه ميريكارب، الفروت على بعضها اسمها كريموكارب، الدراع او العصايتين اللي ماسكين الجزئين دول بعض اسمه كاربوفور، والطربوش اللي فوق ده بواقي الستايل والاستجما او remains of style and stigma، ده بنسميه stylopod. تالت ميزة بقى للفروت بتاع الامبليفرا، الجزء نص الفروت اللي بنسميه ميريكارب ده بيبقى ليه صفات ظاهرية بتميزه. فلو تخيلنا ان الجزء ده عامل زي نص البرتقانة، هتبص هتلاقي ان النص التحتاني ده فلات او مستقيم، الجزء البراني بتلاقيه مدور او دائري. فالجزء الداخلي بنسميه flat surface او بيسمى ايضا commissural surface او ventral surface. اما الجزء الظهري او المدور فده بنسميه dorsal surface. كل ميريكارب بنلاقي فيه خطوط بالطول بارزة بنسميها primary ridge، حدود اولية. كل ميريكارب بيكون فيه خمس primary ridge، خمس حدود او فواصل بارزة بين كل حد والتاني، بيكون في اربع سكندري ريدج، اربع منخفضات. هبان اكتر في التقسيم لما نيجي نتكلم عنها، بس اعرف ان عندك اتنين سيرفس او سطحين لكل ميريكارب، السطح الخارجي او الظهري ده بنسميه راوندد وبيكون اسمه دورزال سيرفس، السطح الداخلي بنسميه فنترال سيرفس. كل ميريكارب بيكون فيه خمس حدود او فواصل بارزة بنسميها برايمري ريدج، وكل برايمري ريدج بيكون تحته الأوعية بتاع الزايلم والفلويم أو اللي بنسميها الفاسكولار باند. وعندي ست أجزاء منخفضة أو ست مناطق منخفضة، أربعة في الظهر واتنين في البطن، دي بنسميها سكندري ريدج، وكل سكندري ريدج بيكون تحته الأنابيب اللي بتشيل الفولاتايل أويل أو اللي بيمشي فيها الفولاتايل أويل، بنسمي الأنابيب دي بالفيتا. تمام يا شباب، هيوضح الكلام ده أكتر في التأس. اخر حاجة مميزة للفروت بتاع الامبليفرا ان السيد بتكون البومينس. يعني ايه البومينس؟ خدته في جزء السيد السنة اللي فاتت، لما يكون السيد فيها جزء او نسيج اسمه اندسبيرم، الاندسبيرم ده نسيج بيغذي الجنين، بنسميها البومينس سيد. فهي كل السيدز بتاع الفاميلي الامبليفرا بتكون طبعا لسه موجودة جوه، فهتبان معايا في التيس بنلاقي حواليها النسيج ده اللي اسمه الاندسبيرم. يبقى الصفات تاني سريعا، اول حاجة ان هي نوع الفروت كريموكارب، سكيتسوكارب كريموكارب، بتتقسم لجزئين كل جزء اسمه ميريكارب، بيوصل بينهم حاجة اسمها كاربوفور، وكل جزء بيبقى عليه طربوش او بنسميه ستايلوبود. ان الميريكارب اللي هو النص الفروت اسمها ميريكارب، ده بيكون له سطحين، سطح ظهري او دائري ده بيسميه الدورزال سيرفيس، وسطح مستطيل او مستقيم فلات ده بنسميه كوميجورال او فنترال سيرفيس. عندي
كل فروت بيبقى ليها فيها بروزات او حدود او فواصل بالطول، فيها فواصل بنسميها البرايمري ريدج، ودي بتبقى 5 فواصل بارزة بتبقى كلها في الدورزر سيرفيس، وفي 6 فواصل او 6 منخفضات في الفروت، 4 في الظهر في الدورزر سيرفيس و2 في الفنترال سيرفيس. كل برايمري ريدج بيكون تحته فاسكولار باندل، فاسكولار باندل. كل سكندري ريدج بيكون تحته الانابيب بتاع الفيتا والنسيج اللي فيها البومينس. نبدأ بأول نبات معانا اللي هو الفينل أو الشمر. الأوريجين بتاعه ده دراي دراي فروتس أوف فونيكولام فولجاري، فونيكولام فولجاري فاملي طبعا زي ما احنا عارفين، أمبليفرا أو أبيسي. ده شكل الفروت يا شباب، بيميز الفروت إن هي أكبر فروت أو أطول فروت من الفاميلي أمبليفرا. احفظ معايا العلامات دي، دي أطول فروت ولونها بيبقى فاتح أبيض أو أخضر أو يلوش جرين، بتبقى فاتح. وبالنسبة للناس اللي مش وصلها فكرة الريدج، انت لو دققت في كل ثمرة من دول هتلاقي فيها حدود بالطول كده أو مناطق بارزة بالطول. المنطقة البارزة دي اللي بنسميها البرايمري ريدج، بين كل منطقة بارزة ومنطقة بارزة هتلاقي في منطقة منخفضة، دي اللي بنسميها سكندري ريدج. الميكروسكوبيكال كاركترز او الصفات الظاهريه بيهمني تعرف ان الثمره اسمها كريموكارب. يعني كريموكارب يعني بتتقسم 2 ميريوكارب، وفوق كل ميريوكارب ستايلوبود. الستايلوبود اللي في الفينل بيبقى بيفيد، بيفيد يعني مشوق 2. كل ميريوكارب زي ما عرفنا بيكون فيه 5 prominent primary ridge، يعني فيه 5 primary ridge واضحين ظاهرين بارزين. ده شكل الفروت يا شباب في العادي قبل ما يحصل لها سبليتنج. هتلاحظ ان الستايلوبود او لو الطربوش مشقوق 2، بعد ما بيحصلها ميتوريشن او ديفلوبمنت بتتشق 2. كل جزء من دول اسمه ميريكارب، واللي واصل بينهم ده اللي اسمه كاربوفور. وزي ما قلنا الجزء الطربوش اللي فوق ده اسمه ايه، ستايلوبود. المايكروسكوبيك كاركتر بقى التي اس، التي اس خدها قاعده كده معانا لغايه ما نخلص الامبليفرا. الـ3 طبقات بتاع البيريكارب اللي هي الايبيكارب والميزوكارب والاندوكارب، كل واحد فيهم نوع معين من المين دياجنوستيك اليمنت بيكون موجود فيه. الايبيكارب اللي هو الطبقه الخارجيه دي اللي بيكون فيها الهيرز، فلو عندك فروت مميزه بهير معينه هتلاقيها في الطبقه دي. طبقه الميزوكارب الطبقه الوسطى اللي هي في التي اس دي هتلاقيها موجود فيها الفاسكولار باندلز وموجود فيها الفيتا، الفاسكولار باندلز وموجود فيها الفيتا. طبقة الاندوكارب دي بيبقى موجود فيها نوع من الاستراكشرز او الترتيب معين للخلايا اسمه الباركيتوري. احيانا الخلايا بتترتب بطريقة معينة تبقى واخدة شكل خشب الباركيه، لو الناس عارفة يعني ايه خشب الباركيه، وهنعرف النوع ده من الخلايا دلوقتي. دي بتلاقيها في الاندوكارب، يبقى الهيرز والكالسيوم اوكسيديت في الايه، في الايبيكارب. والميزوكارب في فاسكولار باندلز وفي الفيتا. الاندوكارب ده بتلاقي فيه الباركيتوري. من واحنا ماشيين كده كل حط في دماغك ايه اللي بيميز كل طبقه. ده شكل التي اس يا شباب. الناس بقى اللي مش واصلها فكره البرايمري والسكندري ريدج هيوصل لك في التي اس. فمكبر التي اس بتاع الفينل. طيب احنا التي اس ده كله على بعضه اسمه ميريكارب لان ده نص بس من الفروت. الاجزاء البارزه دي، المثلثات البارزه دي، دي البرايمري ريدج. فلو عديتهم هتلاقيهم 5، 3 فوق و2 في الاطراف، 1 2 3 4 5. بين كل برايمري وبرايمري هتلاقي سكندري، ده سكندري ريدج، ده سكندري ريدج، وده سكندري ريدج، وده سكندري ريدج. عند 4 فين في الظهر. الجزء المستطيل او المستقيم، الجزء المستقيم بتاع التي اس اللي ده بنسميه الكوميجرال او الفنترال سيرفيس، هتلاقي فيه كمان 2 سكندري ريدج. فبالتالي هيبقى عندي 5 برايمري و6 سكندري، 6 سكندري، 4 في الظهر و2 في البطن. كل تي اس هنلاحظ ان تحت البرايمري في فاسكولار باندلز، المناطق اللي واخده لون احمر غامق دي فاسكولار باندلز. الفاسكولار باندلز بنسميها باي كولاترال فاسكولار باندلز. يعني باي كولاترال يعني الزايلم فيزل على يمينها فلويم وعلى شمالها فلويم. ركز هتحس ان المثلث بتاع الفاسكولار باندلز فيه عينين، العينين دول الفلويم، في النص اللي واخد احمر ده الزايلم.
فده معنى كلمة باي كولاترال فاسكولار باندلز. تحت كل برايمري هنلاقي فاسكولار باندلز، تحت سكندري هتلاقي الدوائر الفاضية دي انابيب بيمشي فيها الفولاتايل اويل اللي بنسميها فيتا. تمام كده يا شباب، ده شكل التي اس. التيسات اللي جاية كلها في كل النباتات هتلاقي نفس الوصف، بتختلف اختلافات بسيطة. طيب المين دايجنوستيك اليمنت، مشي طبقات البيريكارب بالترتيب. اول حاجه الايبيكارب ما فيهاش حاجه مميزه، تاني حاجه الطبقه اللي في النص قلنا هنلاقي فيها اللي بنلاقي فيها الفيتا، فطبيعي هنلاقي فراجمنت من الفيتا، هتلاقي فيه انابيب كده بنيه طالعه لك في الباودر، دي الانابيب بتاع الفيتا. هتلاقي فيه حاجه برضو مميزه في الفين للفينل، حاجه بنسميها ريتيكوليتد بارينكايما، في خلايا بارينكايما بتلاقي الجدران بتاعتها شبكيه، عاملة زي الشبكة، فيها ثقوب كده عاملة زي الشبكة، دي بنسميها articulated parenchyma. دي طبقة الميزوكارب. طبقة الاندوكارب قلنا بنلاقي فيها الباركيتوري. ايه هو الباركيتوري؟ الباركيتوري يعني ده عبارة عن arrangement او تنظيم معين للخلايا بيبقى متداخل مع بعضه، يعني كل جروب من الخلايا بيكون من 5 لـ10 سل واخد اتجاه مختلف عن الجروب التانية. انا لو بصيت على الرسمة اللي تحت خالص دي، ده شكل الباركيتري، فهتلاقي دول من 5 من 6 لـ10 سل واخدين الاتجاه ده، واللي بعدهم من 6 لـ10 سل واخدين الاتجاه ده، ودول الجروب اللي بعده واخد الاتجاه ده، الجروب اللي بعده واخد الاتجاه ده، الجروب اللي بعده واخد الاتجاه ده، كل جروب واخد اتجاه لوحده، كل جروب من الخلايا واخد اتجاه لوحده، بنسميها differently oriented. ده التيبيكال باركيتري، بنسمي التنظيم ده تيبيكال باركيتري، تنظيم ده من الخلايا تيبيكال باركيتري. يبقى مهم اللي هتشوف الباودر، يا اما التيبيكال باركيتري ارينجمنت، خلايا المجموعات كل واحد فيهم واخد اتجاه، والخلايا بتاع الميزوكارب اللي هي ريتيكوليتد بارينكايما، خلايا عادية بارينكايما بس الجدران بتاعتها شبكية. ده شكل الريتيكوليتد بارينكايما يا شباب. فطبقة الميزوكارب بتلاحظ ان الجدران بتاعتها فيها فتحات عاملة زي الشبكة. طيب الاكتف كونستيتوانتس، الاكتف كونستيتوانتس العيلة دي كلها مشهورة مشهورة جدا بالفولاتايل اويلز واستخداماتها في الاساس عشان الفولاتايل اويلز، فيها برضو الفلافونويدز، حاجة اسمها فلافونويدز. وطبعا الفولاتايل اويلز يبقى تتوقع ان هي بتستخدم كفليفرنج ايجنت وكارمينيتيف، وبيستخدم في الاساس كمايلد اكسبكتورانت، طارد للبلغم، عشان كده ادوية الكحة بتلاقيها في كتير منها اللي هي أدوية الكحة الطبيعية الأعشاب بتلاقي دايما موجود فيها الفينل. تاني نباتين بعد كده هما الأميفيزناجا والأميميشس، الخلة البلدي والخلة البري. الأميفيزناجا هو اسمها هو الأوريجين، دراي دراي فروتس أوف أميفيزناجا. الأميميشس اسمها برضه هو الأوريجين، دراي دراي فروتس أوف أميميشس، والفاميلي بتاعتها أبيس زي ما عارفين. هنمشي كل نقطة نفرق بينهم ازاي، بداية من الباودر او المورفولوجي. الباودر بتاع الاتنين قريب جدا من بعض، ودي تعتبر اصغر فروت هتاخدها في الفاميلي امبليفرا، صغيرة جدا الفروت، يخيل اليك من اول ما تشوفها ان ده باودر مطحون، ودي دي الفروت لان حجمها صغير جدا. نفرق بينهم ازاي؟ اول حاجة اللون، اللون بتاع الامي ميجاس بيبقى براون، اما اللون بتاع الامي فيزناجا بيبقى براون واخد لمعة بنفسجية او بنسميه فايلوت تينج. ده اللي بيفرق الاتنين عن بعض. يبقى المورفولوجي بنيجي نبص على الباودر كده ظاهريا مجرد النظر، بنلاحظ ان الاميجاس باودر بتاعها بني ما فيهوش لمعة بنفسجي، اما الاميفيزناجا اللي هي الخلة البلدي بنلاقي الباودر بتاعها بني وليه لمعة بنفسجي. تاني حاجة نخش بقى على التي اس. التي اس بدل بنقول تي اس يبقى يجي في بالك ان احنا هنمشي طبقة طبقة، نتكلم على الثلاث طبقات بتوع التي اس. طبقة الإيبيكارب بالنسبة للأميفيزناجا، الطبقة الخارجية بتاع الإيبيكارب دي تبقى خلايا عادية فيها بريزم الكالسيوم أوكساليت، وما فيهاش هير، وما فيهاش كلاستر من الكالسيوم أوكساليت، وما فيهاش بابيلا. إيه البابيلا؟ إن بعض الخلايا بيبقى لها زوائد بنسميها بابيلا، بيخلي السطح خشن، عشان كده سطح خارجي بتاع الأميفيزناجا ناعم، أما بتاع الأميجاس بيبقى خشن. يبقى الأميفيزناجا الإيبيكارب اللي هو السطح الخارجي بتاع البريكارب بيبقى مفهوش لهير، مفهوش لبابيلا، مفهوش كلاسترز اوف كالسيوم اوكساليت، فيه بس بريزم، ممكن تلاقي فيه بريزم. اما في الاميميجاس بتلاقي السطح الخارجي فيه بابيلا او بنسميه بابيلوزد، وبتلاقي الخلايا بتحتوي على بريزم وبتحتوي على كلاستر من الكالسيوم اوكساليت. دي طبقة الايبيكارب.
الطبقة الداخلية في التي اس الميزوكارب هنتكلم اول حاجة البرايمري ريدج. البرايمري ريدج بتاع الاميفيز ناجا بيكون فوقيه فيتا كمان، يعني دي الحالة الوحيدة في الامبليفرا اللي هتلاقي البرايمري برضو تحت فيتا. احنا متعودين الفيتا دي تبقى تحت السكندري، لا في الاميفيز ناجا بتلاقي البرايمري هو كمان موجود فوق الفاسكولار باندل، موجود في فيتا، موجود في انابيب بس فاضية ما فيهاش بلاطايل، واللي بنسميها لاكونا او بنسميها امتي فيتا. في حالة الاميميجاس مش موجود اللاكونا، البرايمري ريدج تحتها الفاسكولار باندلز بس. طيب السكندري ريدج، السكندري ريدج بتاع الاميفيز ناجا بيكون سكندري ريدج عادية وتحتها الفيتا، والفيتا بيكون حواليها خلايا بنسميها رادييتنج سيلز. في حالة الاميميجاس نفس الكلام، هتلاقي الفيت السكندري ريدج تحتها فيتا، والفيتا حواليها خلايا بنسميها رادييتنج سيلز. بس الفرق بين السكندري هنا والسكندري هنا ان السكندري في الاميميجاس بتبقى بارزة اكتر من الاميفيز ناجا. الطبيعي ان ان السكندري ريدج بتبقى مش باينة، لا في حالة الاميميجاس بتبقى باينة. الطبقة الداخلية بقى بتاع الميزوكارب بتكون فيها نوع من الخلايا في حالة الاميفيز ناجا اسمه بوراس سيلز، خلايا بارينكايما فيها ثقوب، فيها اخرام كده، دي بنسميها بوراس سيلز. اما في الاميميجاس مفيش النوع ده من الخلايا. كده خلصنا الطبقة التانية اللي هي الميزوكارب. الطبقة التالتة اللي هي الاندوكارب، قلنا الاندوكارب يجي في بالك على طول بركتري، موجود ولا مش موجود، او تيبيكال او ولا مش تيبي ولا اتيبيكال. حالة الاميفيز ناجا والاميميجاس الباركتري موجود بس في الاميفيز ناجا مش واضح، اما في الاميميجاس بيبقى واضح. يبقى التلات طبقات، ايبيكارب في حالة الاميفيز ناجا فيها بس بريزما اوف كالسيوم اوكساليت، ما فيهاش هيرز، ما فيهاش بابيلا، ما فيهاش كلاسترز. في الاميميجاس في بريزما وكلاسترز وفيها بابيلا. في الميزوكارب الطبقه الوسطى بيكون الاميفيز ناجا في حاجه اسمها لاكونا تحت البرايمري ريدج، دي امتي فيتا، دي مش موجوده في الاميميجاس. في السكندري ريدج بتبقى مش واضحه في حاله الاميفيز ناجا، وبتكون الفيتا حواليها الريدييتنج سيلز. في الاميميجاس بتكون السكندري واضحه اكتر ومور بروميننت، والفيتا برضه حواليها الريدييتنج سيلز. الطبقه الداخليه الميزوكار بيبقى فيها بورا سيلز في حاله الاميفيز ناجا، ودي مش موجوده في الاميميجاس. الاندوكار بالطبقه الداخليه بتاع الباركيتوري بيبقى مش واضح في الاميفيز ناجا وواضح في الاميميجاس. ده شكل التي اس بتاع الاتنين. اول حاجة عندك في الاتنين هتلاقي 5 برايمري ريدج، 1 2 3 4 5 ما بين البرايمري، وتحت كل برايمري ريدج بتلاقي ان في الفاسكولار باندل، بس فوق الفاسكولار باندل في دايرة كده مجوفة، دي اللي اسمها اللاكونة. دي حاجة مش طبيعية ان احنا نلاقي فيتا تحت البرايمري ريدج، بس دي موجودة في الأنفيز ناجا. بعد كده السكندري ريدج دي المناطق اللي بين البرايمري، بيكون تحتها الفيتا، واللي عندي 6 فيتا، والفيتا بقى حولها سيل بنسميها رادييتنج سيلز. في حالة الاميجاس بنلاقي عندي برضو 1 2 3 4 5 برايمري ريدج، والبرايمري ريدج مدببين مفهومش لاكونة، وبين كل برايمري وبرايمري فيه سكندري، بس هنلاحظ السكندري هنا بارز اكتر، وتحت كل سكندري فيتا حواليها رادييتنج سيلز. من diagnostic element ده شكل البركيتور structure يا شباب. قلنا ان دي عبارة عن مجموعات من الخلايا، كل مجموعة فيها من 6 ل 10 سيلز، كل مجموعة واخدة اتجاه مختلف عن التاني differently oriented. وفي حالة الأنفيز ناجا في نوع من الخلايا اسمه porous cells موجود في الطبقة الداخلية من الميزوكارب، وده مش موجود، وده مش موجود في الأميميجوس. الاكتف كونستيتوانتس، هل الاثنين فيهم اكتف كونستيتوانت واحده؟ لا، الاميفيز ناجا والخله البلدي فيها نوع من المركبات اسمه فيورانو كرومونز. فيورانو كرومونز اشهر حاجه فيهم جايه من اسمها، مركب اسمه الخلين. الخلين ده باسط للعضلات الملساء او السموث ماسلز، فعشان كده بيستخدم في حاله حصوات المراره، بيستخدم عشان يزود البلاد سبلاي للهارت، وبيستخدم عشان يوسع الجدران بتاع الحالب فلو في حصوات تنزل. اما الاميميجاس فيها مركبات اسمها فيورانو كومارين. الفيورانو كومارين ده زي مركب اسمه سورالين. السورالين ده بينشط عملية تكوين الصبغات في الجلد لما يتعرض الجلد لليوفي، فبيستخدم الناس اللي عندها بهاق
ليه؟ لانه بينشط البيجمنت برودكشن لما بتعرض الجلد لليوفي. يبقى دلوقتي الاميفيزناجة فيها مركب اسمه كويلين، المركب ده تبع مجموعة من مركبات اسمها فيورانو كرومونز، وده بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسلز، فبيستخدم في عصبات الحالب والمرارة، ويوسع الأوعية الدموية اللي بتغذي القلب. تمام. أما في حالة الأميجاس فدي نوع من المركبات اسمه فيورانو كومارين، زي مركب اسمه سورالين، ده بيزود أو بينشط عملية البيجمنت برودكشن، عملية إنتاج الصبغات في الجلد، فلما بنعرضها لليو في بيزود إنتاج الصبغات فبيعالج البهاق. يبقى التست المميز بتاع الأميبيزناجة إن الإكستراكت مع البوتاسيوم هيدروكسيد كريستال هيديني روز ريد كلر. أما التست المميز للأميجاس إن الألكوهوليك إكستراكت، الخلاصة الكحولية للفروت، لما بتعرضها لليو في بيديني لون، بيديني بلو فلوريسنس. ده التست يا شباب، بتاخد الإكستراكت بتاع البودر بتاع الخلين بتاع الأميبيزناجة وتحطها على كريستالات من بوتاسيوم هيدروكسيد، هتلاقي الكريستالات خدت لون أحمر. ده تيست مميز للأميفيزناجا وما بيديش مع الأميشوس. آخر نبات معانا اليانسون أو الأنايس، ده الأورجين بتاعه دراي دراي فروتس أو بيمبينيلا أنيسم. بيمبينيلا أنيسم فاميلي بتاعته أمبليفر. الشكل الخارجي بتاعه إن الأنايس الفروت بتاعته مميزة إن الاتنين ميريكارب ما بيتفصلوش عن بعض، بيخلوهم ماسكين في بعض حتى بعد ما بيحصل لهم رايبنينج. فروت صغيرة جدا وبتبقى واخدة شكل البير شيبت، شكل الكمثرى، وتلاقي الاتنين ميري كارب لازقين في بعض. طيب الميري كارب ايه اللي بيميزه؟ قلنا شكل الميري كارب عامل شكل الكمثرى او الكمثرى او بير شيبت، وبتلاحظ ان السطح الخارجي بتاع اليانسون مغطى بشعيرات، ده لانه عليه بيغطيه نوع من الهيرز اسمه وورت هير اللي خدته في السنة. تمام. وده اول نوع من الهيرز هناخده في الفروت ده بتاع الانايس اسمه وورتي هير. من الشكل تحت الميكروسكوب بتلاقي الاتنين ميريكارب موجودين ماسكين في بعض، ده لانهم مطفص ما بيتفصلوش عن بعض. فنمشي طبقة طبقة زي متعودين. اول حاجة الايبيكارب، الطبقة الخارجية، قلنا دي الطبقة اللي بيكون فيها الهيرز، فتوقع الوورتي هير تكون فين؟ في الطبقة دي. الايبيكارب بيميزه ان موجود الوورتي هير في الطبقة دي، والوورتي هير ده عبارة عن يوني سيلولار، خلية واحدة نانجلاندولر ما فيهاش جلاند، ودي أكبر وورت هير هتاخدها، أكبر كمان بتاع السلة، بتلاقيها مميزة وكبيرة جدا في الأنايس. الطبقة الداخلية الميزوكارب، الطبقة الوسطى آسف الميزوكارب، زي ما قلنا ميزوكارب يبقى هتلاقي فيها الفاسكولار باندلز، هنلاقي فيها الفيتا. بس في حاجة مختلفة أو استثناء من الأمبليفرا فروت، إن الفيتا اللي موجودة في الأنايس مش ستة زي متعودين. لأ، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان زي ما احنا عارفين ان الفيتا بيبقى موجود منها ستة، اربعة في الظهر واتنين في البطن. الاربعة اللي في البطن اللي في الظهر دول بيحصلهم برانشنج، بيتشعبوا او ينقسموا يديني اكتر من فيتا، الاربعة هيدوني 40، اما الاتنين في البطن هيفضلوا زي ما هما. فعشان كده في التي اس اما تحاول تعد الفيتا هتلاقيها كتير جدا في الجزء الظهري او في الجزء الدورزال، والاتنين اللي في الجزء الفنترال موجودين زي ما هما. عشان كده الحاجة المميزة للأنايس والمين دياجنوستيك إليمنت حاجة بنسميها برانشد فيتا. برانش فيتا إن الأربعة فيتا اللي عندي في الفروت حصلهم برانشنج أو انقسموا، ادوني أكتر من فيتا، من 20 لـ40 فيتا. الفاسكولار باندل زي ما هم عندي 5. الإندوكارب الطبقة الداخلية بقى بتاع البريكارب، قلنا دي اللي بيكون فيها الباركيتر ستراكشر، بيكون فيها نوع عكس النوع اللي خدناه في الفينيل اسمه اتيبيكال باركيتور ستراكشر. يعني ايه اتيبيكال؟ يعني الخلايا بتبقى موجوده مترصصه مع بعض في شكل متوازي، مش شكل متداخل زي ما خدنا في الفينيل. ده شكل من دياجنوستيك اليمنتس يا شباب اللي موجوده في الانايس. اول حاجه الورتي هير زي ما احنا عارفين، يونيسيلولار هير، دي هير فيها خليه واحده بس، بيكون الابيكس بتاعها بلانت او مش مستدق، مش حاد، وبيكون الكيوتيكل بتاعتها او القشره بتاعتها وورتي. تاني حاجة ان هلاقي الفيتا اللي عندي متشعبة، فلما بتحضر البودرز هتلاقي عندك انابيب كتير واخدة لون بني عكس الفينل. الفينل اللي هتقعد تدور كتير تحت سلايد ممكن تلاقي شريطة واخدة لون بني او انبوبة واخدة لون بني، دي فيتا واحدة. في حالة في حالة الانايس بتلاقي فيه مجموعة من الانابيب جنب بعض واخدين لون بني، دي اللي هي البرانشد فيتا. يبقى الانايس في اتنين دياجنوستيك اليمنتس، الورتي هير والبرانشد فيتا. الاكتف كونستيتوانتس اللي فيه
قلنا اهم حاجه موجوده في الانايس او في الفاميلي امبليفر عموما الفولاتايل اويل، وعشان كده هيستخدم كفليفرنج وككارمينتيف وانتسبازموديك وستيمولانت الى اخره. بس اهم استخدام ليه بتلاقي في الادويه اللي موجوده في الصيدليه اكسبكترانت، فتلاقي برضو ادويه الكحه تحتوي على الانايس. طيب الانايس مهم جدا تعرف الادلترانس بتاعته بيغشوه بايه. بيغشوه ان هما بيغشوه بحاجه اسمها هيملوك، الهيملوك او الكونيوم. الهيملوك ده حاجه برضو من نفس الفاميلي الامبليفرا وفيري توكسيك، بيغشوا بيه اليانسون. بس طب اعمل له تيست ازاي؟ ان انا لو جبت الباودر اللي قدامي وعملت له مويستنينج ببتسم هيدروكسيد سوليوشن، يعني بللته كده ببتسم هيدروكسيد سوليوشن، الاقي فيه ريحه مش كويسه، ريحه مايس لايك اودر، ريحه زي ريحه الفران طلعت من الباودر، يبقى انا كده الباودر اللي معايا ده مغشوش بهملوك. كده يا شباب يكون خلص السكشن النهارده. يبقى انت لنساتك هتشتغلوا فوق، اول حاجه مطالب في الفينل، هنشوف الانتاير بتاع الفينل وتعرف ان ده اكبر انتاير هتاخده ولونه بيبقى وايت او يلوش جرين. افتح برضو انتاير هتاخده، التي اس بتاعه مميز جدا، بيبقى فيه الميريكار ما فيهوش اي حاجه غريبه، في الفايف برايمري ريدج، في بس الباودر بتاعه بتلاقي فيه الريتيكوليت بارينكايما، دي الحاجه المميزه ليه. ونوع الباركيتور اللي فيه نوع تيبيكال، الخلايا متداخله مع بعضها في اتجاهات مختلفه. ده الفينل. نخش بعد كده على الخلتين اللي هي الخلة البلدي والخلة البري، الام فيزناجا والام ميجس. قلنا دول هنفرق بين الاتنين انتاير بتاعهم، ان دول اصغر انتاير هتشوفه في فم الامبليفرا، بنفرق بينهم ان الام ميجس بتبقى بني، الام فيزناجا تبقى بني واخدة لمعة بنفسجي. هتشوف بعد كده ال تي اس، هنلاحظ ان التي اسين متماثلين بيختلفوا في ان التي اس بتاع الام ميجس، الامي فيزناجا بيكون البرايمري فوقها فيتا فاضيه كمان بنسميها لاكونا، وده مش موجود في الامي ميجس. بنلاحظ ان الطبقه الخارجيه فيها بريزم في كالسيوم اوكساليت، ما فيهاش هيرز، ما فيهاش بابيلا، وما فيهاش كلاستر. اما في حاله الامي ميجس فيها كلاستر في كالسيوم اوكساليت وفيها بابيلا، بابيلا دي الزوائد اللي بتخلي الملمس بتاعها خشن بتاع الفروت. نخش على طبقه الميزوكارب. الميزوكارب في الاثنين ما فيهمش حاجه مميزه، بس ان السكندري ريدج بتاع الام ميجاس بيبقى واضح شويه عن الاميفيزناجا، واللاكونا والفيتا في الاثنين بتبقى حواليها راديتنج سيلز، بقى تحس ان هي شكل التاج. والاندوكارب بتاع الاثنين في باركيتور ستراكشر، بس بتاع الاميفيزناجا مبقاش واضح، بتاع الام ميجاس بيكون واضح. التيست قلنا التيست بتاع الاميفيزناجا عشان فيها خلين، اول ما بنحط الاكستراكت على كريستالات البوتاسيوم هيدروكسيد هيدينا لون روز ريد. اما بالنسبه للتيست بتاع الامي ميجاس عشان الصوره لين، لما بتاخد الكحول اكستراكت وتعرضه لليو في بيديني بلو فلوريسنس. الاتنين دول في الباودر هتدور على ايه؟ الاتنين دول في الباودر مش هتلاقي حاجه مميزه في الباودر، غير ان الامي فيزناجا فيها نوع من الخلايا بنسميه بوراس سيلز. بوراس سيلز اخر نبات اللي هو الانايس. قلنا الانايس نبات ليه مميزات في كل خط. الانايس اللي هو اليانسون، قلنا اليانسون هتلاقي فيه اكسبشن للصفات اللي قلناها لفهم امبليفرا قبل كده، بدايه من الانتاير، ان الانتاير الاثنين ميريكار بيبقوا ماسكين في بعض حتى بعد ما يحصل رايبنينج ما بيفصلوش عن بعض، ان الانتاير حواليه بير شيب، واخد بير شيب او شكل كوميترا. بالنسبه للتي اس قلنا اول حاجه ان التي اس هيكون مكون من جزئين، ميريكار الاثنين موجودين. تاني حاجة ان الفتة اللي موجودة اللي هم المفروض اربعة عندي في الظهر بيحصل لهم برانشنج او يتقسموا عشان يدوني من 20 لـ40 فتة، سواء برانشد فتة. بقى في نوع من الهير موجود في الابيكار بنسميه الورت هير زي اللي خدناه في السنة، ونوع الباركيتري اللي موجود في طبقة الاندوكارب بيكون اتيبيكال باركيتري، يعني الخلايا متوازية مش داخلة مش متداخلة مع بعضها. ولو في اي ملاحظات على نظر العملي او حاجات مش واضحة معاكم في المعمل ان شاء الله نوضح لكم كل مش واضح. شكرا.